بس أبي اللي قلقانة عليه لو حط من القنينة اللي جابت له إياها المرحومة أمي. هي أول مرة بحياته بيفتحها وبيحط منها. عرفتي ليش حاسة إنه في شي عم بيصير من ورا ظهري؟ أنا آسفة حبيبتي عن جد عم ضايقك معي. روقي حبيبتي روقي، ليش نحن مين إلنا غير بعض؟ إن شاء الله عقولتك ما يكون في شي. أنا لازم أمشي، بيجي لعندك المساء إذا صح لي. لا تخافي علي هلأ بروق. ينسي جبت معي كم رواية جداد. بتجيبيهم بكرة. بتعرفي القراية دوا لينسى الواحد هموم. من عيوني زينب خانم، بخاطرك. الله معك. مين؟ أنا شغيل أبو قاسم الخضرجي. شو بتريد؟ معلمي قال لي مشان وصلتكم الأغراض. احطهم عند الباب وتيسر. يا وردة الحب الصافي، تسلم إيدين اللي سقاكي. حط الأغراض عندك وتيسر. ضرب شو جقر؟ بتأمري بشي تاني يا حلو؟ انقلع من هون. أوقات أنا مين؟ أنا عبدو ست ربيعة. أهلين عبدو. بعت لي معلمي أبو أحمد لشوف شو لازمك أغراض. طيب ورأفت أفندي ما قال لك إيش لازم تجي؟ قال لي شوف شو لازمها الخانم لحتى أمر لك ياهن. أمريني خانم. ما يأمر عليك ظالم، استناني شوي بدي أشوف إيش ناقصني وبرجع لك. يلا. تفضل يا تاج راسي. يسلم ايديك يا ابو سطيف، والله ما كان في داعي، قلت لك مستعجل. إيه ولو كاسه شاي من ايد عمك ابو سطيف تقرك عجب تتفوت. الله يسلم الايدين. ايديك سالمين يا رب. اللي يا ابو سطيف عيوني الخانم تبع البقدونس شو اخبارها؟ قصدك ست وداد؟ والله قليل ما عم تمرم الحاره. راس الكعك. سلام ابو سطيف. اهلين ابو علي. كيفك رافت افندي؟ اهلين ابو علي. شو بلاقيك عنا بالحاره؟ جاية زيارة لعن جماعة هون. أبو صطيف العرباية بأمانتك ها كالعادة. بالحفظ والصون ولا يهمك. يلا السلام عليكم. الله معك. عليكم السلام ورحمة الله. أنا صار لازم أمشي. ما شفت كاستر؟ والله مستعجل. يلا الله معك تاج راسي. الله معك. إيش هالبيت انجنن؟ لك نيالي بدها تقنيهم ونيالي بدها تحشيهم. بدي اسرق صورتك هي اللي معلقتيها. على حسابك. ليش قلت ما سرقت مني؟ انا شو سرقت؟ قلبي سماصيم قلبي. ايه وانت ما قصرتي فيني كمان، سرقتي لي قلبي وعقلاتي. ايه سرقتيني كلني. معناته نحن الاثنين طلعنا حراميه. مزبوط. حراميه وعم نسرق من هالدنيا، كم ساعه نقضيهم مع بعض؟ ايه نحن عم نسرق من الدنيا كم ساعة وكم لحظة فرح، والدنيا عم تسرق منا عمرنا. نحن والدنيا حرامية. انت فكرك انا مو شايف هالشي؟ بس شو طالب ايدنا نعمل؟ هاد نصيبنا من الدنيا. طيب بتعرفي ليش التين البعل اطيب من التين المسقي؟ ما بعرف ليش.
هذا يا ستي الوالد الله يرحمه من طول عمره كان يقلنا انه الدين البعل اطيب، لانه ما بيشرب مي كثير وبيسرق ميته سرقه من السماء ومن الارض، ونحن الاثنين دين بعل رح نضل عطشانين لبعض وعم نسرق ميتنا سرقه. شفتي؟ حتى الدين طلع حرامي مثلنا. إن شاء الله يعجبك طبخي هالمرة، حاكم المرة الماضية لهلا ما عرفت إذا عجبك ولا لا. وحياتك عجبني، بس معدتي كانت مكركبة شوي. سلامتك. شو عاملة بامية اليوم؟ بامية ورز وسلطة وبابا غنوج. ليش معصبة حالك؟ قلت لك ما بحب آكل غير صنف واحد. قلت شو عذاب ما عذاب؟ بامية ورز ما في غيرها. موافق. أسكت لك. ما تتأخر علي. ليش أنا فيني أتأخر عليك؟ لم يروح. ما لي قلب اللي يروح. أين تروح؟ لو ماني راكن العربية عند أبو سطيف بخاف إنه يسكر كنت ما رحت. أصبح روح. آخ الله يصبرني لبعد بكرة. آخ منك أنت آخ. يلا سلام يا رب. دير بالك على حالك. إن شاء الله عجبك الأكل. يسلم الإيدين، كتير طيب. صحتين وهنا على قلبك. طمنيني، إن شاء الله تعودتي على البيت. لا الحمد لله، هلأ كتير مرتاحة. أحياناً بمل شوي لحالي بس بسلي نفسي بالشغل. وتعرفتي على حدا؟ يعني من الجيران؟ إيه لك، تعرفت على مرة واحدة ساكنة مقابلي بالبيت، اسمها وداد، لطيفة وحبابة كتير كتير. إيه منيح، هي صار عندك رفيقة وجارة. ايه والله وداد ما في منها، بتشبهني كتير كتير. حتى ليش سكتتي؟ حتى انها مثلي ما بتجيب اولاد. سبحان الله، اختي ما بتطيق الاولاد والله رزقها بثمانه، وانا طول عمري نفسي في ولد ألاعبه وأضمه على صدري. هي إرادة رب العالمين. ربيعة أنتي متأكدة إنه العطل مو من طليقك؟ تجوز وأجاته. يلا ستي كل شغل رب العالمين، بس أنا متأكد لو عندك أولاد كانوا أسعد أولاد بالدنيا. ليش بقى؟ لأنه كان حيكون عندهم أحن أم بكل العالم. يلا ربيع أنا متعود بعد الغداء هيك أخذ غفوة صغيرة، فيني أخذ راحتي؟ طبعا تفضل، ولو البيت بيتك، أنا رح أضبضب وأحضر لك الشاي على بين ما ترتاح. تسلم. ان شاء الله طلع على قياسك. تمام، بس الكمر واسع شوي يعني. ها ماشي، بكره تجي بتاخده على قياسك. تمام الله يخلي لي اياك. ومشان السعر 3 ليرات وربع وتكرم عمي. الله يخلي لي اياك عمي، بكره لك انا اذا الله راد بمرق لعندك. عمي بدي اطلب منك شغله. تفضل عمي تفضل. انت عندك شباب رفقاتك من عمرك، ممكن تقول لهم يخفوا عنا شوي؟ عنكم كيف عنكم يعني؟ نحن طول عمرنا عايشين سوا، عيب حدا يرمي بيننا وبينكم فتنه بهالبلد. عمي انت اكيد عم تسمع باللي عم يصير. عم بسمع هيك شيء انا مزبوط، بس فيني اسالك سؤال؟ طبعا عمي تفضل. عمي طالما ما بتكون فتني، طب ليش ما بيكون موقفكم واضح وصريح؟ شلون هادي ما فهمت؟ عيد عمي. نحن بنعتبر الساكت عن الحق شيطان اخرس،
وطول ما انتم ساكتين عن الشيء اللي عم بيصير بفلسطين بده يضل الشك راكب راس الناس تجاهكم. ما تاخذني عمي، ان شاء الله ما تاخذني. انت سالت وانا عم جاوبك. والله معك حق، لازم يكون لنا موقف واضح. يلا عمي انا رح اروح اغير. يلا مسحاق خلينا نسكر المحل، الله يجيرنا من الأعصاب. الله يجير. صح النوم، هاي الشاي صار جاهز. ما بقدر، لازم روح. بس لسه بكير. معلش، حكياتك حلوين وأكلاتك طيبين، والثلاثة الجاي بيجي بتغدى عندك إن شاء الله. ديري بالك على حالك إن شاء الله. وما بدي وصيكي، أي شيء بتحتاجي بتطلبي فورا. الله يخلي ليك، ما بتقصر. يلا سلام. الله معك، مع السلامة. والله زمان يا سلمى، كنت خايف تنسي طريق البيت. معقولة انسى يا رأفت؟ حافظته خطوة خطوة وحياتك. فاجأتيني اليوم، ما كنت متخيل اني شوفك مرة تانية. تذكرتوا لهالفستان؟ لساتني محتفظة فيه وبريحته. قولي لي بالأول، مطلقة ولا عزمت رجال تاني؟ زوجي متوفي من 10 سنين، مو جاي عبالي أحكي هلأ. اشتقت لك. لك أنا اللي اشتقت لك. والله الغنية فتقت لي جوحاتي. واللي سامعتك ايش طبختي اليوم؟ ما طبخت شي، اكلت زيت وزعتر. كني ما بتعرفي تطبخي؟ مو كتيرين، لا تشدي ايدك. لكن ما نقدر الكبة السفرجلية. شو هاي؟ هي أكلة حلبية، قومي لعندي لدوقك ياها. يلا. بتعرف رأفت، من لما تركتك وتزوجت من 20 سنة، هي أول مرة بحس حالي فيها إني مرة. مع زوجي ما كنت حس بهيك شي. زوجي كان سكرجي ومات من كتر ما كان يشرب، وأهلي بالشام هون عينن على المصاري اللي تركها، لهيك أنا لازم ضل ببيروت ولاحق مصالحي هونيك. عندك أولاد منه؟ لا. قديش مشتهية يا رأفة تضل حدك. طالما عندك رزق هونيك لازم ترجعي. لا تخاف، ما رح اجي عشان وقبلك بحالي. مو هيك قصدي، انا عم امزح معك. لو بدي قبلك بحالي كنت بليتك بحالي من 20 سنة. رأفة انا ماني بنت صغيرة وماني غبية. الايام الحلوة صارت ورانا وما عاد ترجع. كل اللي بدي اياه منك شوية وقت نقضيه مع بعض. كيفك مع مرتك؟ بلاها يصير. طيب بلاها، كيف احوالك مع جنس حواء؟ في حدا بحياتك؟ ما بعرف. باين وضعك صعب، احكي لي شو في. مو ظابطة نفتح هيك سيرة سوا.
أنا وياك فينا نفتح أي سيرة بالوقت اللي بدنا إياه. قصص الغيرة والولدنة بطلناها من زمان. محمود؟ أهلين خالد، كيفك؟ شو شايفك هون؟ إيه والله قلتك بتمشى شوية قبل ما أروح على البيت. يا زلمة حدا بيروح على البيت هلا؟ لو عندك يعني روح. أنا عازمك. أنت عازمني؟ لوين عازمني؟ أخي إذا حابب تغير جو بتمشي معي من تم ساكت وما بتحكي ولا كلمة. لك ما بدي أعرف لو عندك تاخذني بهالليل. قلنا لك لا تسأل. بس يعني هلا بلشنا بسبسة، يا بتمشي معي يا بخاطرك. أخي طول بالك، شبك؟ شو غيرت رأيك؟ أول تاك البيت ما حيهرب وأنا هيك دايخ يطايش. وحياتك أحلى جو، شرف معي. إيه هاتي لشوف، حكي لي كل شي صار معك من طقطق للسلام عليكم. إيش بدي أحكي لك؟ ليش إيش صار معي؟ يعني ما كنتي بسابع سما بين أحضان الأفندي المهيوم؟ الله يسامحك، إيش هالحكي هاد؟ إلا ما حدو فايت لعندك، وحياتك انبسطت لك من كل قلبي. إلا تنبسطي كتير خيتو، أجل عندي أكل لقمتين وسأل إذا لازمني شي وراع شغله. مشان هيك أنتي زعلانة. ليش تي أزعل؟ ما بعرف لك، الزعل مبين على وشك. إيه موسعي، ليش أنا إيش بدي غير هيك؟ ما بعرف أنتي شو بدك. أنا بدي رجال يطلطل علي من وقت للتاني. صعيبة تكركب لما بيجي رأفت أفندي، بس كمان بخاف لما بيروح، ما بحب أضل لحالي. إيه طبعاً حبيبتي، يعني الوحدة منا شو بدها غير صدر حنون وقلب دافي وكلمة حلوة. الله يخلي لك فؤاد أفندي. فؤاد أفندي صدره بارد، يمكن ما عنده قلب، وإذا عنده ما بدق. ولا مرة سمعته. شو بدنا بهالحكي المعد؟ تخيلك بسيطة، الله بيعوضك. إيه الله ما بيقطع حدا. تعرفي ربيعة، الحب نعمة كبيرة ما بتنعطى لأي حدا. أوقات كتير بحلم هيك بشب قبضاي يجي لعندي هيك يمسكني من شعراتي يشدني يضمني هيك، شب يخليني أحب حالي أكتر، أحب الدنيا كلها أكتر، يكون حنون. أحلى شي بالرجال يكون حنون. واحد جاي جايك واحد جاي شباب. كمان الفقرة عنده مصالح، لما بيحكوا بالسياسة بيدافعوا عنها، بس الفرق انه مصالح الفقرة ابسط وانضف. يعني الفقير كل همه انه بلده تكون احسن بلد بالعالم وكرامة بلده من كرامته. يا رجل اما انت فعلا امرك عجيب. ليش بقى؟ بتحكي عن الفقرة كأنك واحد منهم، بتعيش مع الاغنياء واصحاب رؤوس الاموال وبتختلف عنهم. هي بسيطة بحللك اياها. كيف؟ أنا سوري وشامي، منيح؟ كيفك أبو علي؟ أهلين رأفت أفندي، راس عجمي على كيفك. تكرم عينك، أهلين بالأفندية. سلام شباب، اليوم مساكم اليوم الظالمين، يا أهلين وشاهدين، أهلين وشاهدين. أهلين وسهلا بالشباب، شرفتوني وحبيبي. حنا اهلا وسهلا بالشباب، نورتونا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا اهلا، تفضلوا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. مثل جمالك ازدبك،
خمارة عمك حنا، أشهر خمارة بالبلد. أنا ماشي، أنا ما بصير أشرب. كبحوت شباب، عيب هالحكي. بعدين الخمر ما بيعيب الرجال. هلا أول ما بتشرب أول كاس بتعرف شو بتحس. بس يا خالد يعني أنا شو بنا محمود؟ بلشنا بسبسة؟ أنت زلمة مانك ولد. لا تقول ولد ها؟ أوعك. الجو غريب علي لأنه أول مرة. هيك بدي إياك. الدول العربية كلها مبتلية بحكومات مرهونة لمصالحها الشخصية. صدقني يا رمضان، وعي الشعب بالقومية العربية أهم من وعي الحكومات، وفلسطين يا سيدي ما حدا رح ينقذها غير الشعب العربي. بس ما تواخذني يا أستاذ ضيار، يعني حضرتك عممت وحطيت الكل بسلة واحدة. أنا ما بوثق بالحكومات، كلهم بدون استثناء مرتبطين بالخارج او عملاء لهم بشكل مباشر. والحكومه السوريه؟ بدك يطول بالك يا رجل، يعني ما صرنا بالاصل غير امبارح العصر، خلينا نشوف خيره من شره. يا سيدي خلينا نسلم انه هالانظمه كلها عميله مرتبطه، بس بالنهايه مو هن رح يجيبوا جيوشهم لحتى تحارب. ها انت قلت من تمك جيوشهم، طيب الجيوش من وين؟ مو من الشعب؟ مزبوط، بس قياداتها هي الانظمه. ولا لا يا استاذ رأفت؟ انتوا اثنين عم تحكوا صح، الجيش بيجي من الشعب والحكومات بتجي من الأنظمة، بس اللي بده يصير بفلسطين هو اللي بيحدد العلاقة بين الشعب العربي وبين حكوماته. كأنكم تأخرتوا يا بي. أنا كان عندي شغل يا بنتي. لسا أخوكي ما رجع؟ فكرتوا معك بالمحل؟ طلع على بكير، قال رايح يشوف رفقاته. ما بقى إلا يجي. الله يرضى عليك يا زينب، لمن بيجي خلينا نام على بكير. بكرة لازم يقعد بالمحل، عندي أشغال بالسوق. حاضر، طلعت تتعشى؟ ما بدي، هل كانوا بدي نام. يسلموا ايديكي، تصبحي على خير. وانت من اهلي. كاسك احلى محمود، احلى خالد في العالم، احلى يوم بالدنيا. اخ وحياتك احلى يوم، بلش مع الغوالي الملاح وانتهى مع الكاس والراح. صب لك صب. حلو حلو عمي محمود، هتحكينا عن الغواني يا معلم. فوت احكي لك. لا احكي لك يا زلمة، بنت بتطير لعل دوبتني يا رجل، جيت لعندي على المحل ومحسوبك شبكها من اول نظرة. حلو. ايه شو اخوي، ما في يعني بصاك طالعني اياها مشوار. نمر. ايه نمر، وبكره رح اشوفها كمان. بس اخ يا خالد، اخ لو فيني اختلي فيها. اخ اختلي عمي محمود، اختلي، يستر على عرضك اختلي. لك وين بدك يعني اختلي؟ عن ابي بالمحل. الموضوع عندي، بس تصير الطبخه جاهزه موضوعك عندي. جاهزه وحياتك، جاهزه وحياتك. كاسك سلام. اهلين ابو جاسم. ابو جاسم اعطونا شاي. ابو جاسم حاضر كاسه شاي شباب. طمني عنك ابو جاسم. والله يا ابو احمد، قبل شوي كان ابو شكري هون وسمعنا منه كلام بيسمم البدن. خير ان شاء الله. شو سمعت؟ كان عم يحكي عن اليهود وعن قوتهم على مدى التاريخ وكيف استلموا العالم 10 بلدي. قال هن قاموا الثوره الفرنسيه والثوره الشيوعيه وهن وراء الماسونيه، يعني عملهم بعبع ماسك العالم من ادنيه. وبعد ما مسكوا العالم اجوا علينا هلا. لا عم لك، هي مثل قصص اولاد صغار بيلعبون فيها، معقوله؟ بالمختصر المفيد، هدول الجماعه عم يركبوا الموجه اللي طالعه بالعالم، مو لانهم قوايا، لانهم ضعاف. عم يقولوا ان اغلبهم اجا من اوروبا الشرقيه الشيوعيه. ايه اغلبهم، بس اذا بيجتمعوا يهود اوروبا ويهود العالم كله ما بيخوفونا. بدنا نشيل هذا البعبع من راسنا. يا سيدي الحكومه السوريه أول شيء رح تساوي جيش قوي يربيهم في فلسطين. القصة لا بدها لا جيش ولا هم يحزنون، هنن يفتحوا باب التطوع ويتركوا الباقي علينا.
سمعت انه في قسم منهم قاتل مع البريطانيين بشمال افريقيا وهلا هن بفلسطين. وفي لواء منهم قاتل مع الانجليز لما هجموا على سوريا ولبنان مع قوات فرنسا الحره. وفي يهود عندنا هون بالشام قاعدين عم يفركوا بايديهم فرك وعم يستنوا لتنحسم مصالحهم بفلسطين. للاسف حكيك مزبوط، بس ما فينا نقول غير يا عيب الشوم. واذا بقيت الاحوال مثل ما هي الشام رح تفرغ من اليهود بعد كم شهر. وهذا اللي بدها اياه الوكاله اليهوديه، مع انه اليهود العرب ما تعرضوا للاضطهاد اللي تعرضوا له يهود اوروبا، بس قسم كبير منهم متحمس لفكره قيام الدوله اليهوديه. كلامك مزبوط، الوكاله اليهوديه ما رح تهدى بهالموضوع لحتى تهجر الكل او تقتل بعضهم مشان البعض الاخر يخاف ويهرب. يا جماعه حكي السياسه طلع من مناخيرنا، خلينا نغير هالموضوع. اللي يا ابو جاسم تجوزت الثالثه؟ بعد الاستخاره ابو احمد. في استخاره رابعه؟ على ايدك ان شاء الله. شوف انا محمود شفت لك شوي لساتنا بالطريق. مشتوت مشتوت. شو هالبيت الله يمضيه على خير. الله يساعدني يساعدني. حب ساعدك. انا منيح منيح. ساعدني شو اول. اوه محمود محمود شباك شباك بلا شوي شوي اوه استفرغ استفرغ طالع كل شي ببطنك تريح شوي معلش معلش ارياح شو محمود قوم قوم استر على الارض قوم حبيبي قوم قوم عيوني انت قوم هادين هون هادين لك شو واحد لك اني جاوب لك حبيبي استر على الارض قوم لا لا يا مان قوم يا قوم 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 لك محمود يا بتمشي منيح يا ما بتركك وبمشي ها لا 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 لك صرت صرت منيح اتركني شوي اتركني شوي اتركني شوي صرت منيح بس استر على ارضك، اهم شيء انه احنا ما كنا مع بعض. لا لا خلص ما كنا بس ليك بتنساب بكره 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 اخي انت مضي لي هالليله على خير ولا بكره كل حادث حديث. طيب ماشي اكيد انت منيح؟ ايه منيح جنس لعيب كيف انت مساكت هلا بفيق ابوك بيعمل لنا شي قصه كنت عرفاني انك رح تساوي شي مصيبه كل عم سيبي ولا شي شبيك لك زوزو زوزو حبيبتي انا مبسوط حبتين شو ما بصير الواحد ينبسط بالبيت يعني صار لها أكثر من سنة وإنتي لا أول ولا آخر مرة بتسقط ما عم أقدر أنسى كل ما بتذكر إنه كنت رح موت ورب العالمين نجاكي بس الولد راح هاي إرادة رب العالمين رأفت أنا بعرف إنه أنا مقصرة معك ومن حقك تتجوز علي بس يوم اللي تنوي فيه إنك تتجوز فادية شو له لزوم هذا الحكي
صدقني هذا اليوم رح يجي. خليني كمل. الله يخليك. ما بدي مرة غريبة تفوت على هذا البيت. بس بدك تتجوز اللي وأنا براسي رح روح أخطب لك إياها. قلت لك ما له لزوم هذا الحكي. ليش عم ترسم على الحيط؟ طيب خلص ارسم ايش ما بدك. ونحت علي نومة. أنا ما فيقتك قصداً، قلت خليكي شي يوم ترتاحي من الفئة بكير. والولاد؟ فيقتن وحضرتن وبعتن على المدرسة. يلا روحي اغسلي وشك وتعي فطري لك الأمي. يلا. حاضر. يلا. خالتي شو بكي؟ خالتي الدوخة كل مالها عم تزداد. لازم تروحي تشوفي حكيم. مو حرزانة حبيبتي، مو حرزانة. طب تعالي ارتاحي هونيك على مهلك. خبرتينا شي خالتي؟ قصة التخباية نسيناها من زمان. بس في كتير نسوان من عمرك جابوا أولاد. صدقيني لا قصة تخباية ولا شي. روحي جيبي الشاي وخلينا نفطر. يلا. يلا. انت منيحة أكيد؟ منيحة. يلا. يلا. حبيبتي كيف صرتي؟ ان شاء الله احسن. الحمد لله احسن. الحمد لله. انا واصله شوي لعند زينب. روحي بس ما تطولي. ايه بدك شي؟ سلامتك. ما
محمود؟ محمود حبيبي قوم، صار الظهر. الدنيا الظهر. محمود حبيبي الله يخليك، قوم هلا ابوك بيكون ناطرك. يلا محمود يلا مشان الله. أنا أبو. روح اصطفل منك لابوك. أنا أب محمود أختي من ليلى. حبيت سمية؟ شو اسمك عمي؟ مفيد. عاشت الأسامي يا مفيد. أماني ما تواخذنا يا أب محمود، يا أهلا وسهلا، حليت علينا البركة. تسلمي يا أم ليلى، تسلمي. شو؟ مالي شايف عروستنا؟ وصلت لعند أختي شوي بالحارة الثانية، ما بقى إلا تجي. فاجأتنا بزيارتك، لو بعثت لنا خبر إنك جاية ما كنت خليتها تروح. خير إن شاء الله. أصبح خلينا نحكي شوي لبين ما ترجع. تفضل. الله الوكيل يا بنت الحلال، قلبي من جوا انشرح لكم، وأنا بدي أطلب إيد ليلى من حضرتك. بقى شو بتقولي يا أم ليلى؟ نحن منتشرف فيك يا أبو محمود، أنت رجال مقدر ومحترم وفيك البركة، وإن شاء الله ما بيصير إلا كل خير. لكن خلينا نحكي بطلباتكم. نحن ما منريد غير اللي بيقوله شرع رب العالمين. ونعم بالله، تفضلي عم اسمعك. بالنسبة للمتقدم والمتأخر، نحن مو طالبين غير اللي بيحفظ كرامتنا قدام العالم. من هالناحية لا يكن لك فكر، شو المطلوب وأنا جاهز. جبت لك معي كم كتاب بيطيروا العقل. صح النوم والله. كيف بيشرك عني زينب؟ ها مو راي إليك. شفتي؟ قلت لك قلبي مو مطمن. الله وحده بيعرف شو عم يصير مع رجال هالبيت.